السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم في قناة مشروعات صغيرة وأفكار حديثة. موضوع النهاردة أنا حبيت أوريكم الزغليل التلات بيضات اللي أنا كنت امبارح رششهم بالمية، أهم فقسهم يا رب يكون واضح. أهو تلات زغليل هم تحت حمامة واحدة، هم ده واحد اتنين تلاتة، يا رب يكون باين. هحاول اكبر لكم الصوره شويه. الاخ محمد صبري اللي بيقول لي يعني يا طريقه غريبه، يا اخ محمد انا بعمل حاجه اللي على الطبيعه، بوريكم الحاجه على الطبيعه، ما بعملش الا الشيء اللي انا مجربه. اهو بانوا يا رب كده تمام. الطريقه دي انا مجربها، موضوع رش البيض اللي بيستغرب ان يمكن ان انا عملتهم بميه من الحنفيه امبارح. اهو التلات بيضات، والله هم دول التلات بيضات اللي كانوا امبارح، تلات بيضات التلات زغاليل اللي كانوا امبارح تلات بيضات، فهو دول التلات زغاليل اللي انا رشيتهم المية. ايوه ده اللي انا عايز اقوله لحضراتكم النهاردة. لو عجبك الفيديو اعمل لايك واشترك في القناة لو لسه ما اشتركتش، وما تنساش تفعل زر الجرس ليوصلك باقي فيديوهاتنا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.